بكلمكم وبكلم كل مصري ومصرية من فضلكم، والله هيسعدني جدا ويشرفني جدا إن نسب المشاركة من كل المصريين اللي هم لهم حق الانتخاب إن هم ينزلوا، حتى والله لو لم يختاروني، حتى والله لو لم يختاروني. أنا عايزكم تظهروا للعالم إن هنا في دولة، وهنا في ناس، وهنا في إرادة، إرادة الناس مش إرادة حاكم، إرادة الناس هي اللي هتجيب الحاكم. ولما الناس كده كلها تشوف في العالم كله إن كل المصريين نزلوا، أي ما كانت النتيجة هتسعدنا كلنا، لأنها هتشرفنا وهتشرف بلدنا. فإحنا يعني بنقعد ساعات كتير جدا في أمور كتيرة مش كتير على مصر، إن الناس كلها تشجع بعضها وتنزل واختاروا ما شئتوا. اللي بيختار ربنا، واللي هيأمر بيه هيكون، وأنا والله راضي يا رب.